معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق معاكم سالي فؤاد. احنا مع بعض على الهواء لمده ساعه ان شاء الله، وهنعمل النهارده حلقه كامله عن الشوكولاته. زي ما قلت لكم انا كنت لسه قريب في سويسرا، وقعدت ركزت جامد جدا في الحاجات الجديده اللي بيقدموها، المعارض، المحلات، كل حاجه كنت بخش ابص كده ايه الافكار الجديده اللي موجوده، وفيها افكار جميله. وهنعمل بعضهم طبعا النهارده، مش هيبقى كل حاجه، وهقسم برده ان شاء الله على حلقات، بس النهارده ان شاء الله تبقى كلها عن الشوكولاته. وباذن الله احنا بنتصل بالاطفال اللي كانوا طلعوا معايا في السحب الاخير وقبل كده اللي كانوا مسافرين، وان شاء الله احتمال كبير يوم السبت الجاي على الهوا ان شاء الله يكون معايا طفله. ومستنيه برده مكالمات اللي خسوا، انا معايا في حبه حلوين كده خلاص هيبقوا معايا باذن الله الفتره اللي جايه، هنقسمهم بس على ايام، يبقى مره حد من الاطفال معايا، ومره حد من اللي خسوا، ومره من غير علشان اللي يحب يتفرج على يركز في الوصفات بس. بس هقول لكم بقى على اول حاجه، احنا هنعمل اول حاجه اكواب الشوكولاته دي. اكواب الشوكولاته دي فكره بسيطه قوي، شكلها صعب لكن هي فكرتها بسيطه جدا جدا، لان احنا كل اللي احنا هنحتاجه هيبقى طبعا ده شكله مدور، احنا ممكن نعمل اي شكل تاني. في اشكال سيليكون كتيره قوي قوي موجوده، وفي اللي هو البلاستيك. اي شكل عندكم في البيت يدينا فرصه لحاجه نقدر نحشيها نستخدمها. خلاص دول مثلا اللي هم الحاجات البلاستيك دي، يعني ممكن تلاقوها في محلات الادوات اللي هي الحرفيه والكلام ده كله، هتلاقوا الحاجات دي موجوده. هنعمل فيها ايه؟ احنا بنجيب الشوكولاته، طبعا الشوكولاته انا بس سيحتها خلاص، بس حطها دلوقتي على درجه حراره دافيه، طلعها احسن بحاجه. الشوكولاته ما ينفعش تعدي 30 40 درجه، يعني 40 بالكتير 50، لكن هتبقى سخنت جدا، احسن حاجه تبقى دايما في حدود ال 30 وتحت بشويه كمان. مهم نعمل حاجه اسمها تمبرينج. طيب هقول الاول احنا ازاي نسيح الشوكولاته. الشوكولاته يا اما نسيحها على حمام مائي. حمام مائي يعني ايه؟ يعني بنجيب حله ونحط فيها البوله اللي فيها الشوكولاته تبقى مبشوره عشان تسهل علينا، والحله يبقى فيها ميه بس بتلمس الشوكولاته البوله من تحت، علشان الميه لما بتبقى مضغوطه عليها او مقفوله عليها بتوصل درجه حراره اعلى عن 100. المفروض الميه لما بتغلي بتغلي عند 100، بتغلي عند 100 وبتتبخر عند 100، لكن لما بنقفل عليها بتعلى عن كده، فلو عليت وتلمس الشوكولاته من تحت تتحرق، تخرز مننا الشوكولاته على طول، فاحنا مش عايزين كده. دي اول حاجه على النار، احنا بنقلب طبعا لغايه ما تسيح. تاني حاجه ممكن في الميكرويف، وده طبعا بيبقى اسهل، كل 30 ثانيه مدخل بس البوله كده ازاز، مهم ازاز ما يبقاش حاجه تانيه، ويبقى ازاز كويس، لان حصلت قبل كده البوله سخنت مني جدا وطقت، بتبقى مش طقت هي انفجرت، فنخلي بالنا قوي. الحاجه اللي بتساعد بقى جدا على التمبرينج، او ان احنا نوصل الشوكولاته لدرجه حراره حلوه تناسبنا في ان احنا نقدر نشتغل بيها وتطلع بتلمع، مش عليها طبقه بيضة كده مجيره او لمعتها بتروح، ده بيبقى سبب التمبرينج لو مش مظبوط، او درجه الحراره مش مظبوطه عاليه. هي الشوكولاته عباره عن كريستالات مع بعض، فاحنا بنظبطها ان الكريستالات دي تاخد انسيابيه معينه مع بعض في درجه حراره معينه. فاحنا بنسخن الشوكولاته خلاص، بنطلعها بعد ما بندوبها كل 30 ثانيه في الميكرويف نقلبها. بعد كده من الحاجات بتساعد جدا الزيت، انا حطيت معلقه زيت عافيه مش اكتر من كده، وبنقلبها، واحنا بنقلب بتروح مهديه درجه الحراره. في بيحطوا شوكولاتات مبشوره تانية ينزلوا بيها درجه الحراره بالشوكولاته في اثناء التقليب، بيدوبوا الشوكولاته التانية المبشوره اللي دخلوها وبيقللوا بيها درجه الحراره، فبيظبطوا التمبرينج بتاعها. لكن الزيت بينفع جدا، زيت نباتي، زيت عافيه، حطيت معلقه واحده، بيدي لمعه وبيظبط في الايه، بيظبط القوام، ما بيأثرش خالص، لو معلقه واحده بس ما بتأثرش على الكميه دي، تقريبا نص كيلو، ما بتأثرش خالص في انها تمسك معانا، يعني ما نخافش ان الشوكولاته كده
هنقول مثلا حاطين حاجه سايله مش هتمسك معانا، لا معلقه واحده مش هتاثر. في قولوا لي طيب ممكن نحط زبده؟ لا، الزبده فيها ميه، الزبده جواها ميه. اللي بيحصل لما الواحد يحط حاجه فيها ميه او ميه على دهون زي الشوكولاته زي مثلا الطحينه، لما بتحطوا ميه ايه اللي بيحصل؟ بتروح مخرزه جامد جدا وقفشه. ده اللي بيحصل مع الشوكولاته، لو حطيتوا زبده او اي ميه زي حاجه سايله زي لبن مثلا هتعمل معاكوا كده. بخلاف الكريمه، الكريمه برضو تعمل كده بس ممكن تفكوا بقى بيها تاني، بس دي قصه تانيه. برضو الكريمه ما تتحطش هنا، لا لبن لا ميه لا كريمه ولا زبده يتحطوا على الشوكولاته اللي احنا هنعملها بالطريقه دي. لو هنعمل جناش وقصص تانية دي بقى بندخل فيها ايه بقى؟ نقدر ندخل فيها بندخل فيها الكريمة لباني، ممكن ندخل فيها زبدة، بندخل فيها حاجات كتير جدا. لكن اساس الجناش بيبقى حاجتين، الشوكولاتة والكريمة مع بعض، بيبقوا دايما لو هنحط جزئين شوكولاتة يبقى جزء واحد كريمة. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هوريكم بعمل ايه واحنا بناخد التليفون معانا نيرة. الو الو، ازيك يا نيرة؟ عندك شيفة؟ عامله ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. قولي لي عندك سؤال؟ لو سمحتي عايزه طريقه الهمبرجر. عايزه طريقه الهمبرجر. حاضر، شكرا على المكالمه. طريقه الهمبرجر حاضر هقوله، مش لاقي قوي على الشوكولاته دلوقتي الحقيقه، بس يعني نقوله. احنا بنجيب ايه؟ طيب طمان معلش بيقولي نطلع فاصل، انا بس عايزه اوريكم قبل ما نروح لفاصل. انا عملت كده خلاص، غطيتها من جوه بالمعلقه عادي جدا، الاطراف عملتها خلاص، بنزل بس الشوكولاته الزياده، بعمل كده واروح ايه ساحبه كده بالمعلقه شايله الشوكولاته الزياده. شايفين عامله ازاي؟ بتخش دي التلاجه، بتخش التلاجه زي ما هي كده، بروح مطلعاها وهي ما زالت ساقعه، بروح عامله لها نفس الحركه دي تاني وهي ساقعه، بس عشان اخليها تبقى ليها جدار سميكة اكتر تستحمل معايا وانا بخرجها. بس مرتين بالطريقه دي تلاجه، بس بروح مطلعها. لما نرجع من الفاصل هوريكم بقى لما نطلعها وبعدين نبتدي نعمل لها حشوات لذيذه تعجبكم ان شاء الله. بيكم معايا بعد الفاصل. احنا عملنا ايه قبل ما نروح الفاصل؟ احنا عملنا البلاستيكة دي، قلنا هنغلفها ومن غير ما زيتها ولا اي حاجة، هي البلاستيكة من غير اي حاجة حطيت فيها غلفتها بالشوكولاتة، بندخلها التلاجة تسقع نطلعها، نعمل نفس الحركة نحط الشوكولاتة ونغلفها وننزل الزيادة، بس كده. كده بقت معايا عبارة عن قالب شكل مدور. طبعا في اشكال كتيرة ممكن نعملها، في حاجات كتير قوي اللي موجودة عندكم. المهم الشوكولاته بنطلعها، بتكون ليه عملتها مرتين او نعمل لها الغلاف ده مرتين؟ عشان بس تبقى متماسكه معانا شويه. كل اللي بعمله بعد ما بتسقع معايا بتروح طالعه بسهوله جدا، ضغطه بس بسيطه بتروح طالعه معايا عادي خالص، ما بتاخدش حاجه يعني، بس ضغط بسيط يعني، تضغطوا كده بسيط جدا كده حوالين داير وتروح ايه طالعه معاكم. وزي ما قلت انا ما دهنتهاش اي حاجه، يعني انا الشوكولاته ما دهنتهاش اي حاجه، اللي هي البلاستيكه ما دهنتهاش اي حاجه قبل ما احطها. بس كده. هتسالوني شوكولاتات ايه مثلا نقدر نستخدمها؟ بصوا انتوا ممكن من اول شوكولاته المطبخ ممكن طبعا، لكن طعم احلى لو شوكولاتات مش مطبخ، اللي هي اللي بتبقى اي شوكولاته مستورده. في شوكولاتات مصري كمان حلوه جدا يعني اللي انتوا عايزينه، لكن هو للاسف ما فيش مصري شوكولاته غامقه. انا بحب جدا شوكولاتات الغامقه، الغامقه اللي هي فوق 70% كاكاو دي ما فيش، لكن كل واحد على حسب ما يحب الاتجاه. لكن في شوكولاتات مصري طبعا خامتها حلوه جدا وتنفع ان احنا نعمل بيها كل حاجه عايزين يعني بنعملها هنا ممكن نستخدم بيها الشوكولاته. طيب طريقتين بقى حشوات بولات دي اللي احنا عاملينها. واحده معايا كريمه مخفوقه عادي جدا، قسمتها على بولتين. كريمه مخفوقه طبعا اتكلمنا عنها كتير قوي، هحط على واحده كريمه الدهن، كريمه الشوكولاته. اتمنى تكونوا جربتوا اللي هي بتاعه البيت، كتير جربوها عجبتهم الحمد لله جدا، مبقوش يشتروا اصلا اللي هي كريمه الدهن دي الشوكولاته.
لانها فعلا طعمها بيبقى قوي قوي بتاعه البيت، طعمها بيبقى مميز جدا وقوي جدا وموفره جدا. طبعا الوصفه موجوده على الموقع، موقع القناه او على موقعي. بقلب بس كده خلاص، مجرد ما ايه تتجانس يبقى كده معايا دي طريقه، وبتبقى طعمها حلو جدا. عامله هي موس شوكولاته كريمه، لما بنعملها بنخفقها ونضيف عليها اي حاجه بتبقى موس، بتحول الحاجه او بيبقى اسمها موس لانها بتدخل هواء. فشايفين عامله ازاي، بتبقى جميله قوي قوي وسهله، طريقه سهله بننكه بيها الكريمه ونقدر نستخدمها بشكل حلو. طيب التانية بقى انا عايزه اعملها ازاي، انا عايزه يا دوبك اديها لون، هديها لون يعني نحاول نخليها اللون البينك مثلا، يبقى حاجه مختلفه اتجاهك شويه في جرأة او جرأة، ونشوف هنحتاج نزود ولا لا. انا شايفه انه ظريف كده، مش محتاجين نزود. بس كل هنعمله بقى نحطه في اكياس حلواني، ولا ايه، نزود شويه، نحس ممكن نزيد سنه كمان عشان يبقى لونه باين اهو. واقول بالمره بقى عن وصفه ايه الهمبرجر اللي طلبت مني من شويه. احنا بنجيب لحمه مفرومه، نقول مثلا نص كيلو. انا الهمبرجر بحب احط فيه بيضه وشويه بقسماط، البرجر الاصلي ما بيتحطش فيه خالص لا بيض ولا بقسماط، بيتعمل باللحمه بس. بصل طبعا مفروم ناعم، وبهارات، في بهارات البرجر كمان بتتباع، وفي بيحطوا مكان البقسماط الصويا الهش، بيتباع عند العطارين، بيتبل بس بميه البصل. خلاص بنعجن كله كويس جدا. اهم حاجه بقى في البرجر دي اللي ملهاش غنى، دي اللي ملهاش حل يعني ما نبدلهاش خالص، البرجر يتشوي على شوايه علشان يبقى طعمه فعلا حلو جدا. هتعملوه في طاسه مش هيبقى طعمه زي البرجر اللي بناكله بره كده، اللي بناكله بره ده اساسه ان هو ايه يتشوي بس كده. نجيب بقى 2 كيس حلواني ونحط فيه ونبتدي بقى نتعامل بقى. دول كده ده الشكل الاولاني. في بقى عندي بقى شكلين تانيين عايزه اوريهولكم، واحد سهل جدا برضو هيبقى بالفواكه المجففه، وهوريكم شكل الفواكه المجففه اللي موجود في بيتباع دلوقتي في مصر حاجات كتيره قوي. وطبعا انتوا على حسب ما تحبوا يعني، ممكن تعملوها بفواكه طازه مش فواكه مجففه، ودي من اسهل الطرق الواحد دي ايه يعمل حركات كده بالشوكولاته من غير اي، من غير ما تكونوا يعني عارفين حاجات كتير يعني، في حاجات اساسيات كده بسيطه قوي، مجرد ما الواحد يعرف هيعمل ايه خلاص، مش محتاجه حد يكون فقيه مطبخ. لسه امبارح كان في مكالمه مدام امال كلمتني، و ست ظريفه جدا الحقيقه، وقعدت تقول لي انها ما كانتش بتخش مطبخ خالص، وانها اتشجعت بعد البرنامج الحمد لله، اتشجعت جدا انها تخش المطبخ، ودي حاجه فعلا فرحتني جدا جدا، لانها بتقول لي انا بقيت كمان شاطره جدا، مش بس بحب اخش المطبخ، انا كمان بقيت شاطره جدا. شايفين اهي شكلها رهيب صح. نعمل بقى كام واحده كده، مش لازم الارضيتها بيضة، نعمل كام واحده. معانا ام احمد، ام محمد. ايوه اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. معلش بعد اذنك بس كنت عارزه اعرف طريقه عمل التورلي. حاضر، شكرا، ربنا يخليك. عفوا، شكرا على المكالمه. بتجيبي طبعا تشكيله خضروات، التورلي بتجيبي تشكيله خضروات، وبتبتدي الخضروات اللي هي موجوده يعني مثلا جزر، بسله، بطاطس، كل الخضروات. هي فكره تورلي ان هو خضار كتير، انواع خضار كتير مع بعض بس، وبنعملها زي طريقه الخضار بتاعنا اللي احنا عارفينه، بنشوح بصل على النار في معلقه زيت
وبنبتدي بعد كده ان احنا نحط الصلصة، وبعد كده بتحطي المرقة وايه والخضار لغاية ما يستوي معاكي. دي ابسط طرق الايه تولي. في حاجة عايزة اقولها بس من ناحية برضو الاكواب دي، ان احنا ممكن نعملها قاعدة من تحت عشان ما تتحركش معانا رايح جاي. طيب انا حاملة بقى الكيس الحلواني التاني باللون الروز عشان املاهم برضو. هنروح لفاصل دلوقتي ونرجع اكون انا عملت الشكل التاني عشان نبتدي بقى في الحاجات التانية. شوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم معايا من الفاصل. انا زي ما قلت بس كملت دول اللي عملتهم بقى بالشوكولاته اللي هي عملناها بشوكولاته الدهن مع الكريمه او الكريمه اللي لونناها. طبعا الكريمه اللي لونناها ممكن ننكهها، ممكن ننكهها بنكهه الفراوله مثلا او اي حاجه زي ما تحبوها. اه دي اخر واحده. طبعا حلو لو الواحد بقى حط عليهم كمان حاجه كريزه مثلا او فراوله او اللي موجود يعني في الموسم، او لو عايزين برده ممكن حاجات بقى اللي هي السبرينكلز مثلا، او في مثلا معايا هنا ده يليق على الشوكولاته قوي. الحلقه دي كانت عايزه بصراحه يبقى معايا بنوته، بس ان شاء الله هيبقى معايا يوم السبت على الهوا. هبقى معاكم سبت حد اتنين هوا ان شاء الله. هيبقى معايا بنوته باذن الله، ويوم الحد هيبقى معايا ان شاء الله مصطفى اللي خس 63 كيلو من 123 بقى 60 كيلو. تخيلوا هو كاتب 123 ل 60. ما هو 63 كيلو بس. شايفين فاكره فظيع ازاي جننه. وبقى التاني مثلا ده يليق عليه اكتر فضي. مش عايزه اطول في واحد في الشكل ده بقى قوي علشان ايه الحق اعمل معاكم الحاجات التانيه. كام واحده كده بس وبقى ايه اعملهم بعدين. يبقى بس شوفنا الطريقه. نبتدي بقى اللي بعده.